ما يحدث في السودان هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان. هكذا عقب بيان لوزارة الإعلام السودانية على اعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين. مر 8 ساعات ليخرج بعدها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان معلنا حالة الطوارئ وحل المجلس السيادي مجلس الوزراء، معفيا الولاة من مناصبهم ومبررا ذلك بالتشاكي والتكالب على السلطة والتحريض الدائم على الفوضى والانقسامات التي باتت تشكل إنذار خطر يهدد البلاد، متعهدا كذلك بتسليم القيادة لحكومة مدنية منتخبة. لماذا أقدم البرهان على الانقلاب على المكون المدني وإزاحته؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 00442-0387-5-2989، على bbcarabic.com، على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. بمجرد إعلان البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ انهالت علينا ردود الفعل على صفحات نقطة حوار المختلفة. إبراهيم مثلا قال لنا هذا انقلاب على السلطة ورفض شعبي للانقلاب. خاتمة اللعبة السياسية التي يقودها البرهان لحماية نفسه من العقاب عن مجزرة فض الاعتصام. والدليل وفقا لإبراهيم هو إلغاء نقاط كثيرة من الوثيقة الدستورية وإعلان الطوارئ خوف من العقاب. أما عروة فبعث بمشاركة قال فيها مبررات العسكر غير سليمة، خوفهم من الحساب وتسليم رئاسة المجلس السيادي وتكوين المجلس التشريعي هي التي عجلت بالانقلاب. الصادق له وجهة نظر مختلفة تماما، هو يقول بكل صراحة هذا هو القرار الأفضل حتى لا ينجرف السودان إلى مشاكل لا يمكن حلها. هل تتفقون مع الصادق أم تميلون إلى وجهة نظر إبراهيم أو عروة؟ ابعثوا لنا بمشاركتكم أنتم، سنستمر في نشر أبرز هذه المشاركات أونلاين. لكن معي عدد كبير من السودانيين سواء داخل السودان أو خارجه. بالمناسبة الاتصالات داخل السودان هناك صعوبة جدا جدا في تحصيلها سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت، وهناك الكثير من الأخبار تتحدث عن تعطيل لشبكة الإنترنت في البلد. ربما نسأل عن هذه النقطة تحديدا لاحقا، لكن أرحب بعدد من المتصلين السودانيين كذلك في دول أخرى. أحمد، نهال، أحمد ورؤى، أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع أحمد يتحدث من جوبا تحديدا. يا أحمد أهلا وسهلا، ما طرحه البرهان في بيانه؟ ولدينا تقييم واضح سواء من الحكومة الحالية أو من الكثير من الأطراف الدولية أن المسار هو انقلاب، لكن البرهان قدم بعض المبررات لما قام به، هل في ما قدمه بعض المنطق؟ السلام عليكم ورحمة الله. أولا ما قام به البرهان يعتبر انقلاب كامل الدكم، انقلب على شرعية الشارع أو الحكومة المدنية. إذا كان لم يكن انقلابا فلماذا حل مجلس السيادة والوزراء واحتفظ لنفسه بحكم البلاد وقام بتعطيل القوانين أو المواد المادة 15 و16 من المواد التي يريد أن يضمن لنفسه عدم المساءلة القانونية أو الجنائية، يريد الاحتفاظ بكرسي السلطة وإعادة نظام النظام البائد في السلطة. اليوم سقط العديد من مصاب صحة وقتلى، إلى الآن ما تأكدت لنا من أخبار أن الشهيدين سقطوا جراء هذا القمع المفرط، وتم اعتقال العديد من الأشخاص في محيط القيادة العامة. ما حدث الآن مخالف لكل المواثيق الدولية أو الدنيا، إنما سقط نظام البشير، سقط نظام البشير. الشعب السوداني بأن يكون هناك حكومة مدنية تؤسس دولة ديمقراطية، دولة حديثة، دولة تحترم حقوق الإنسان، وليس الدولة تعتمد على القمع والتقييد والظلم كما نشاهده الآن. كل الشعب السوداني في
تحقيق الحقوق المدنيه ولا تنازل عن ذلك. يستحيل ان يتنازل الشعب السوداني اليوم عن حريته، عن الحريات، عن المدنيه، عن الديمقراطيه، عن ما بذلوه دفع الشعب السوداني حاليا من هذا الظلم من شهداء قتل. ولكن ما نؤكده او ما يؤكده الشارع اليوم هو لا تنازل، يعني لا تنازل عن هذه المطالب، لا تنازل عن حريه. سيذهب البرهان اليوم او غدا او بعد شهر او سنه، سيذهب نقطة مهمة، ولذلك هي خرجت في إطارها دعوات مباشرة لاستمرار التظاهر في الشوارع. التجمع المهنيين يدعو بشكل مباشر لحماية مكتسبات الثورة. حمدوك نفسه هناك بيان قبل أن يتم اعتقاله، بيان عن وزارة الإعلام يقول إن هو نفسه دعا للانطلاق في الشوارع في محاولة للحفاظ على الثورة. أنا أشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا. طبعا خليني أسمع رؤى سودانية لكن متواجدة هنا في بريطانيا، لأن ما قاله أحمد نسمعه كثيرا، وإن كان الجانب الآخر يرى أن ما يدور على الأرض حتى وإن كان انقلابا مذموما بين قوسين، لكن بالنسبة لقسط من السودانيين كان هو الحل الوحيد. لدينا شقاق واضح جدا في صف المدنيين، وكما قال البرهان نفسه كنا وصلنا إلى حالة من الصراع والتصادم يضع البلاد في مرحلة خطر. هل كان هناك طريق آخر تعتقدي بخلاف الطريق الذي سلكه البرهان؟ السلام عليكم، مساء الخير، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية والتحية للشعب السوداني. أنا داير أقول إنه اليوم سقطت ورقة التوت عن المكون العسكري، وبالخصوص البرهان وحميدتي. الآن تمايزت الصفوف، والآن العسكر فرضوا هيمنتهم بصورة كاملة على البلد، وده انقلاب كامل الدسم. والشعب السوداني لن يسكت على هذا الأمر. ترددت الأقوال، البرهان قال مرارا وتكرارا إذا طلب مني الشعب السوداني التنحي سأتنحى فورا. الشعب السوداني اليوم يطالب البرهان بالتنحي هو وحميدتي، ويطالب بحكومة مدنية خالصة. هل الخروج إلى الشارع هو الحل أو الخطوة اليمكن أن تأتي باستقرار تعتقدي الآن يا رؤى، ولا يمكن أن يكون العكس تماما؟ الخطوة الخروج إلى الشارع هي الخطوة الأكثر منطقية والتي طالب بها الشعب مرارا وتكرارا، رغم تجاهل قوى الحرية والتغيير لهذه الخطوة. إنه لما قال الشعب تدخل ثالث، الآن الشعب يقولها مرة أخرى، وقوى الحرية والتغيير ليست لديها أي خطة الآن لكي تقول لنا ارجعوا من الشوارع. فالمكون العسكري هو من قام بصد هذه الشراكة التي هي مخلة من الأول. أشكرك يا رؤى، شكرا جزيلا على التواجد معنا اليوم. وسريعا أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم، السيد عبد الهادي عبد الباسط، الخبير الأمني والاستراتيجي. لواء عبد الهادي، أهلا بحضرتك في نقطة حوار. لدينا حل مباشر للمجلس السيادي، حل لمجلس الوزراء، إعفاء للولاة من مناصبهم. من الذي يحكم السودان الآن؟ شكرا جزيلا لك أخي محمد. أولا دعني، كل الانقلابات عسكرية، هنالك انقلابات مدنية تحدث، وما حدث أن المكون المدني انقلب على الوثيقة الدستورية مسبقا منذ تشكيل هذه الحكومة، وقد نصت الوثيقة الدستورية بصورة واضحة أن تشكل حكومة مستقلة غير حزبية خلال الفترة الانتقالية. حمدوك تجاوز هذا النص وشكل حكومة حزبية متجاوزا أهم بند في الوثيقة، ولذلك أنا أرى ما تم ليس انقلابا عسكريا، لأن البرهان هو رئيس مجلس السيادة، هو القائد العام لقه إذا رأى أخطاء في الفترة الانتقالية أن يصحح هذه الأخطاء. فما تم السودان سيادة اللواء، كان هذا سؤالي. سيادة اللواء، من الذي يحكم السودان الآن؟
السودان أصلا يحكمه رئيس مجلس السيادة، اللي هو تم حله، معروفة هذه، اللي هو والآن اللواء هو البرهان قام بحله، الآن من الذي يحكم؟ حل من؟ حل المجلس السيادي ولا لا؟ المجلس السيادي الانتقالي وحل مجلس الوزراء وأعفى الولاة من مناصبهم، الآن من دا دا يحكم دا السودان؟ دعني 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 دع طيب دعني دعني أفاجئك من الأشياء التي منذ تشكيل المجلس السيادي لم يصدر قرار بحل المجلس العسكري. الإجراءات المتبعة كانت يصدر السيادة. أرجع إلى إرشيفكم، لم يصدر أي قرار بحل المجلس العسكري الانتقالي، شكل مجلس السيادة وتم التجاوزات في الوثيقة الدستورية. الآن البلاد لم يعد يحكمها الوثيقة الدستورية، 6 بنود أساسية في الوثيقة الدستورية تجاوزها حمدوق، وتجاوزتها أحزاب الحرية والتغيير، وحكمت البلاد 2 سنين بالفوضى، فوضى قانونية، فوضى دستورية، فوضى اقتصادية، لجنة التمكين طيب يعني تعيش ما فساد تقول لي في سيادة اللواء البلاد الآن أن بالفوضى، فوضى المجلس قانونية. العسكري عاد مرة أخرى لكي يسيطر على البلاد؟ وهذا غريب جدا، لأن حضرتك كنت معي منذ أيام هنا لا في ذات البرنامج وسط الكثير من دعاوى نفي لفكرة أن الجيش يخطط وينظم لكي يسيطر هو على الحكم كما تتهمكم الكثير من الجهات المدنية، وكان دائما هناك دفاع كبير عن المؤسسة العسكرية أو المجلس العسكري أنه لا يخطط لذلك، ما هو نفذ ما خطط. المجلس العسكري لا يخطط لاستلام السلطة، بس هو هذا ما حتى فعله. بيان البرهان أنتم في تقريركم، دعني أوضح، دعني أوضح رأيي. تفضل. البرهان الآن ذكر نقطتين أنتم لم تذكروها حتى في تقريركم الذي سبق هذا البرنامج. البرهان قال أنه سيشكل حكومة مستقلة كفاءات لإدارة الفترة الانتقالية. هذه الحكومة تفضي إلى انتخابات، بعدها تأتي حكومة منتخبة. من يثق في حكومة سيادة اللواء؟ كان يكون لأنه منطقيين. يريد أن من يثق في حكومة يتحدث. تعتقد يشكلها السيد البرهان الآن؟ ومن يثق أصلا في خطوات يمكن أن تقود إلى هذه الحكومة المنتخبة دون أن تكون هذه الحكومة مجرد حكومة كرتونية تفصل لها السلطة كي يبقى المجلس العسكري يحكم من الكواليس؟ البرهان نفسه هو الذي استلم السلطة من النظام السابق، وهو الذي وقع اتفاقا مع البرهان وسلمه السلطة التنفيذية. البرهان حمدوك ووزرائه لم يأتوا بانتخابات أو تفويض شعبي، وإنما أتوا بتفويض وباتفاق سياسي مع البرهان الذي استلم السلطة من النظام السابق. وبالتالي ولذلك من حقه البرهان أن يستردها الآن بهذا يعني؟ الباور الذي استلم به أن لم أسمع السؤال. وبالتالي من حقه، هو أعطاهم السلطة ومن حقه أن يستردها. أعذرني، يعني واضح أن من أعطى السلطة للاثنين هي التظاهرات التي خرجت تجتاح شوارع العاصمة وغيرها من مدن السودان وليس العكس. أعطاهم السلطة باتفاق سياسي ووثيقة دستورية انقلبوا عليها، من حقه أن يصحح هذا الانقلاب. ودعني أقول لك 6 بنود أساسية، 6 بنود أساسية في الوثيقة عليها، من حقه أن عليها. ولذلك من حق العسكريين أخلاقيا ومن حقهم على رئاسة القوات المسلحة أن يصححوا هذه الأخطاء التي وقعت ممكن في حضرتك الفترة تذكر الانتقالية. لي ما هذه الذي يمنع البنود ذلك؟ الستة اللي انقلب عليها الحمدوك، بس بإيجاز شديد كي أناقش فيها ضيوفي على التليفون بإيجاز بي بس. بي 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 بإيجاز شديد جدا. الوثيقة الدستورية نصت على حكومة مستقلة غير حزبية، حمدوك شكل حكومة حزبية. الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل مجلس تشريعي بعد 90 يوم من توقيع الوثيقة، لم يشكل هذا المجلس. الوثيقة الدستورية نصت على تشكيل مجلس قضاء عالي ينتخب رئيس القضاء،
لم يشكل هذا المجلس. نصت على تشكيل مجلس عالي للنيابة يختار النائب العام، لم يشكل هذا المجلس. نصت على عدم مصادرة أموال وحقوق المواطنين إلا بقرار قضائي. لجنة التمكين تصادر بقرارات من لجنة حزبية ودون اللجوء للقضاء ودون التحقيق. طيب. هذه بنود كلها انقلب عليها حمدوك، ومن حق العسكريين أن يعيدوا نصاب البلاد إلى وضعها الطبيعي، وينقلبهم أيضا ويأخذوا منهم السلطة مرة أخرى. خليني أسمع آراء فيما ذكرت سيادة اللواء أرجوك. نهال معي على الهاتف، هي سودانية لكن متواجدة في الإمارات. يا نهال أهلا وسهلا. ست بنود أو ست نقاط، ضيفي هنا يقول إن حمدوك هو الذي انقلب عليها في إطار الوثيقة الدستورية، وبالتالي الجيش ما يقوم به الآن هو تصحيح للمسار وليس انقلاب كما تقولون. دي اللجنة الأمنية هي بتنفذ الأجندة بتاعتها اللي كانت قامت بها يوم فض الاحتصام. يوم فضوا الاحتصام وقتلوا الشهداء في رمضان في صباح العيد، هم كان ده القصد بتاعهم، وهم من أول يوم هم كانوا يعني دايرين يرجعوا النظام الكيزان، نظام الأخوان المسلمين، وهم جزء من العساكر وليس كل العساكر. البرهان خبيث والمجموعة المعاو، وعملوا خلال العامين ديل على تغويض النظام المدني، وأي خلل كان في الوثيقة وعدم التنفيذ كان منهم، لأنهم هم الأخروا. وهم دائما بيقولوا إنه في تفرقة الحياة المدنية والحياة الديمقراطية بيكون في اختلاف وبيدار بالحوار، وبالعكس الحكومة المدنية أنجزت ملفات عظيمة جدا، منها السلام ومنها طلعنا من القائمة الإرهاب وإنجازات عظيمة. فهم عشان ما يسلموا السلطة بعد سنتين، وده الوقت بتاع تسليم السلطة، رفضوا يسلموا السلطة، أقاموا بالإنقلاب العسكري. والإنقلاب العسكري دي كانوا بيخططوا له من أول يوم هم استلموا في السلطة، وهم الأدوا لإنشقاق، لأنه في بعض الأحزاب من أول يوم رفضت، لكن بعض الأحزاب الأخرى حقنا للدماء الشعب السوداني رفضوا ومشوا معهم على أساس هم عساكر أحرار، لكن هم ليسوا كذلك. هم بيمثلوا الجبهة الإسلامية والفلول بتاعت الإنقاذ، وده عملهم من أول يوم، ودي مخططاتهم. لكن الشعب السوداني قوي وحيحسم الفوضى وحيرجع الكفة، الشعب كله في الشارع، رغم اليوم إنهم قتلوا اليوم في 2 قتيلة، دكتورة في طبيبة اتقتلت داخل المستشفى، وفي شخص آخر برضو قرب القيادة العامة اتقتل، وفي كميات من الشباب اتضربوا رصاص. رغم ذلك كل الشعب السوداني الآن في الشوارع، الشعب السوداني كله في الشوارع وما بتراجعوا. السودانيين زاروا دولة الإنقاذ، دولة الأخوان المسلمين، دولة الخبز والدمار، دمرت السودان 30 عام. ما حيجي البرهان والمجموعة تحت الفلول المعاو حيقدروا يعملوا شيء. إحنا بإذن الله الشعب السوداني حيعلم الشعوب مرة ثانية الدرس. لكن كل اللي بيقول فيه الأمن العميد بتاع الأمن ده، ده كله كلام مردود عليه ومعروف. يعني هلا أنا أشكرك شكرا جزيلا. خليني أسمع أحمد سوداني في السعودية قبل أن أعود إلى ضيفي مرة أخرى. يا أحمد اتفضل. السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام. نسأل الله أنه يحمي بلادنا وأوطاننا من الشرور والفتن. وبصراحة أستاذي العزيز، أنا الراجل اللي أنت استضيفته ساعة اللواء ده، كل ما أشوفه بيسبب لي غثيان من أيام الانقلاب بتاع، من أيام الثورة على عمر البشير. طيب. كل ما أشوف وجهه بيصيبني غثيان. يعني خلينا في إطار التعليق على القضية أرجوك يا أحمد، والأمر ليس شخصي تماما. لا أبدا والله الأمر ليس شخصي، بس لما يكون في كذب أشر، ولما يتكلم على أنه البرهان هو اللي سلم أدى الصلاحيات وأدى السلطة لحمدوك، ده كذب واضح وبواح. لما كان الشباب بيموتوا في شارع القيادة، ولما كان دماؤهم بتسيل في شارع القيادة، ولما كانت الثورة في أوجها، هي اللي سلمت الثورية، هي اللي سلمت الصلاحية الثورية لحمدوك ولقوى الحرية والتغيير، مش السيد البرهان اللي جت تسلق على ظهور الشباب وتسلق على دمائهم، واليوم عامل فيها بطل وعامل فيها هو الرجل الذي سيخرج بالسودان من 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 يعني على أسوأ الظروف. يا أحمد، هو استغل موقف موجود وقام باللعب بهذه الورقة، لكن
أليس من يلام هو المكون المدني الذي سمح بالانشقاق إلى هذه الدرجة بين فئاته، لم يكن مستعدا بخريطة واضحة أو برنامج سياسي واضح، إلى حد وصل إلى أن لدينا فريقين من المكون المدني كلاهما يلجأ إلى الشارع بطريقته؟ هو أكبر أنا بعتبر أنه أكبر فصيل ملام هو فعلا المكون المدني من أول يوم أنه حط يدهم في يد العسكر. من أول يوم ما كان مفروض يكون في تفاوض، من أول يوم كان العسكر مفروض يكون هو منوط به كقوات مسلحة كجيش، كأي دولة في العالم عندها جيش بيحمي الدستور. لكن كونه يقعدوا معاهم في مفاوضات ويقعدوا معاهم في وثيقه دستوريه، ليه؟ ما هو ده اكبر. انا بلوم المكون العسكري اليوم وبلوم الحريه والتغيير انه من اول يوم ما كان مفروض يكون في اي اتفاق مع العسكر، لانه هذا ديدن العسكر وحيظل العسكر بهذه الاستغلاليه. وبالمناسبه برهان لابد ان يفهم شيء واحد، برهان الان هو عباره عن مطيه لجماعة الأخوان المسلمين للنزعيين وللمتسلقين عشان يوصلوا لكراسي السلطة. فأذكر تماما إنه هو حيلقى نفسه في يوم من الأيام مديوس بدون مؤاخذة بجزم كل هذول الذين يستخدمونه. طيب يا أحمد، كمطية أنا بس للسلطة. خلينا لو سمحت بعيد عن أي توصيف أو بعيد عن التصنيف الشخصي، خلينا في القضية نفسها. الآن لدينا ردود فعل حتى غربية كثيرة يا أحمد، سواء موقف أمريكي اللي كان المبعوث من واشنطن بيزور السودان قبل سواعات قليلة من الاندلاع كل ما نتابعه، وهناك من يتحدث أن حمدوك كان دائما الورقة التي كانت واصلة ما بين الغرب والداخل السوداني. هل يمكن أن يشكل ذلك ورقة ضغط على البرهان الآن كي يتراجع عما حدث؟ وإذا حدث، هل ستبدأ المفاوضات ما بين الجانبين من جديد من موقف قوة أو من موقف ضعف؟ كشعب سوداني، كثوار سودانيين، أطمنك على شغلة واحدة، إنه نحن خياراتنا هي الشارع، والرك على الثوار والرك على الشارع السوداني. نحن ما متوقعين أي شيء من الخارج. شكرا جزيلا لهم إنهم هم ساعدونا وساهموا معنا ووقفوا معنا، بس اليوم الضغط، ورقة الضغط الرابحة تماما والتي يعلمها حمدوك تماما، نحن لما سقطنا عمر البشير وسقطنا الجبهة القومية الإسلامية وسقطنا الأخوان المسلمين كانوا في عز صلفهم وقوتهم وسيطرتهم على كل أجهزة الأمن والأسلحة وأجهزة الدولة. اليوم حمدوك البرهان لا بد أن يعي الدرس تماما، إنه الشعب السوداني بدون أي دعم قادر تماما إنه يزج به في غرفة أو في زنزانة قريبة من صديقه اللدود الشيخ عمر. يا أحمد شكرا جزيلا على المشاركة معي، وأنا لدي عدد كبير جدا من المتصلين إلى الآن من خارج السودان لأن الخطوط داخل السودان شديدة السوء للأسف، ونقدر ذلك كثيرا، لكن أدعوكم أن تحاولوا الاتصال بنا كي تعرضوا وجهة نظركم ولكي نعرف الصورة ما هي في الداخل على وجه التحديد. ومن الخرطوم أيضا أرحب بضيفتي عبر خدمة سكايب، المهندسة سلمى نور، عضو المجلس المركزي لتجمع المهنيين السودانيين. مهندسة سلمى أهلا بحضرتك. أبرز العناوين التي من أجلها قام البرهان بهذا الانقلاب هو تصحيح لمسار الثورة ومحاولة حفظ البلاد من خطر كبير نتيجة للتصارع ما بين المكونات المدنية. لا يختلف أحد أن مسار الثورة فعلا انحرف كثيرا، حتى بينكم أنتم كمكونات مدنية كثيرا ما استمعت لهذه العبارة. هل أخطأ المكون المدني وعليه أن يدفع الثمن الآن لأنه مسؤول عما نتابع على الأرض الآن من تطورات؟ شكرا لك أستاذ محمد، أهلا بمستمعين في البي بي سي. في البداية بحب أقول إنه المكونات المدنية من الطبيعي جدا إنها تختلف، فده أمر طبيعي في مكونات مدنية سياسية. الما طبيعي هو اختلاف المكونات العسكرية، وده الحاصل في السودان أو ده جزء من الحاصل في السودان. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، كل الذي يعول عليه البرهان من تبريرات للعملية الانقلابية غير صحيح، والشاهد في الأمر في السودان بيقول كده.
الحرية والتغيير منذ تكوينها في يناير 2019 لم تشهد وحدة كالوحدة التي تشهدها هذه الأيام. الحرية والتغيير بعد توقيع الإعلان السياسي في 8 سبتمبر 2021 شهدت توحد قوى سياسية داخلية في السودان لم تشهده أي مكون سياسي أو تحالف سياسي لم يشهده السودان من قبل. بس هذا كيف يا أستاذ سلمى؟ يعني ما نراه الآن في يعني الشارع بسبب تحرك الميثاق الوطني اللي هو منبثق عن دعني أكمل لك لو سمحت. تفضل. الميثاق الوطني أو جماعة الميثاق الوطني، من هم جماعة الميثاق الوطني؟ جماعة الميثاق الوطني هم بعض أحزاب الموجودة كانت داخل الجبهة الثورية، بالإضافة إلى حزب مكون حديثا، وأحزاب كانت جزء من النظام البائد ساعة سقوطه. هذه الأحزاب الأخيرة ليس لها حصة من التحول الديمقراطي، تمام؟ بنص الوثيقة الدستورية الذين يدعون أنهم يحافظون عليها، بنص الوثيقة الدستورية الأحزاب التي كانت جزء من النظام البائد ساعة سقوطه ليس لها دور في الحصة السياسية أو اللعبة السياسية في الفترة الانتقالية. أما أحزاب الجبهة الثورية فهذه أحزاب تربطنا بهم اتفاقية جوبا للسلام. اتفاقية جوبا هي التي تقنن علاقة أحزاب الجبهة الثورية مع المكون المدني والمكون العسكري. فبعد توقيع اتفاق جوبا أصبح للحكم في السودان 3 أطراف: الحرية والتغيير وأطراف السلام والمكون العسكري. الانشقاق مشهود في أطراف السلام وليس في الحرية والتغيير. الجبهة الثورية بعد توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 خرجت ببيان وتبرأت من الوثيقة الدستورية وقالت أن الحرية والتغيير لا تمثلها، وكان ذلك سببا لذهابنا والجلوس معها في مفاوضات، تمام؟ فمعنى ذلك أنها ليست جزءا من الحرية والتغيير، والوثيقة الدستورية لا تمثلها، ويمثلها اتفاق جوبا. طيب، لكن عند الحديث عن الوثيقة الدستورية على وجه التحديد يا أستاذة سلمى، لأن ضيفي منذ قليل ألمح بشكل مباشر يعني صراحة أن ليس من حق القوى المدنية أن تتشدق بفكرة تطبيق الوثيقة الدستورية من الانتكاسة عليها، وهذه الحكومة أكثر الحكومات التي بالفعل لم تنفذ الوثيقة الدستورية. وأعطاني 6 أسباب كيف انقلب الحمدوك على تنفيذ هذه الوثيقة بالأساس. وبالتالي من الغريب أن يتهم المدنيين الآن المكون العسكري بأنه هو الذي ينقلب عليها. في البدء حمدوك لم ينقلب على الوثيقة الدستورية، وإن تأخر في تنفيذ بعض بنودها هذا لا يعني أنه انقلب عليها. مسؤولية اختراق أو شق الوثيقة الدستورية أو خرق الوثيقة الدستورية مسؤولية مشتركة بين المكون المدني والمكون العسكري. فبداية المكون العسكري عين نائب لرئيس السيادة، وهذا لم ينص عليه في الوثيقة الدستورية. ثانيا المكون العسكري كون مجلس أعلى للسلام، وهذا غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، تمام؟ المكون المدني، ما هي خروقات المكون المدني بالله عليك؟ وأسأل ضيفك هذا السؤال. طيب ضيفي أجاب عليها، خليني أذكرها لحضرتك وقولي لي رأيك فيها. إيه؟ ما هنا حضرتك سألتيني ما هي الخروقات، هل استمعتي للخروقات التي قالها؟ أيوة استمعتي إليه. أنا استمعت عليها وكتبتها. طيب تفضلي. أيوة، بداية ذكر 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 حكومة الكفاءات الوطنية، قال إن الوثيقة الدستورية قالت إنها حكومة كفاءات مستقلة. فعلا الوثيقة الدستورية الموقعة بأغسطس 2019 كانت تقول حكومة كفاءات مستقلة، ولكن بعد توقيع اتفاق جوبا هنالك بعض التعديلات وفقا لاتفاق جوبا، لأنه حكومة الكفاءات المستقلة كانت لم تمكن الرفقاء في أطراف السلام من دخول الحكومة، لذلك تم تعديل هذا النص بحكومة كفاءات وطنية. هذا التعديل جاء بناء على اتفاق جوبا، والمادة 71 من الاتفاقية الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 تنص على تعدل هذه الوثيقة وفقا للبنود التي يتم التوافق عليها في اتفاق جوبا. فهذا أمر دستوري، والسيد وزير العدل أفتى فيه منذ زمن طويل منذ تعديل الوثيقة بعد اتفاق جوبا. طيب. في يناير 2020. ماذا عن عدم تشكيل المجلس التشريعي أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس العالي للنيابة؟
من الذي كان سببا في تأخير المجلس التشريعي؟ السبب في تأخير المجلس التشريعي كان إعلان جوبا الموقع في أغسطس 2019 بين السيد محمد حمدان دقلو والجبهة الثورية، التي أرجأ فيها بموجب هذا الإعلان أرجأ تكوين المجلس التشريعي إلى ما بعد اتفاق جوبا. تمام؟ إذا كانت تأخرت الحرية والتغيير فكان التأخير في هذه الثمانية أشهر الأخيرة بعد توقيع اتفاق جوبا وليس قبل ذلك، فقبل ذلك كل هذا التأخير مسؤول عنه المجلس العسكري ومسؤول عنه مجلس الأعلى للسلام ومسؤول عنه السيد محمد حمدان دقلو بتوقيعه إعلان جوبا. طيب. ما زال معي نقاط كثيرة يا أستاذة سلمى، خصوصا عن المستقبل القادم، لكن أريد أن أعطي مجال للاتصالات الهاتفية أرجوك أيضا إذا سمحت لي. هشام، على كل النقاط التي ذكرها ضيفك سأعود لحضرتك، احنا تقريبا جاوبنا على هذه النقاط الستة لكن معي أسئلة أخرى أريد تعقيبك عليها، لكن هشام صار له وقت طويل جدا منتظر على الهاتف. هشام سوداني متواجد في أيرلندا هنا. هشام تفضل اطرح وجهة نظرك. في البداية يعني اسمح لي أترحم على أرواح شهداء الثورة السودانية كلهم من انطلاقة حتى اليوم، وأدعو اليوم اسمح لي من هذا المنبر المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه قتل المظاهرين السلميين اللي بيحصل الآن في الخرطوم بواسطة الميليشيات الإنقلابية اللي بقودة البرهان وحميدي. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للمبررات لماذا انقلب البرهان وحميدتي اليوم بانقلاب عسكري كامل الدسم، هناك أسباب مباشرة. السبب المباشر لذلك هي أنهم لا يريدون تسليم السلطة للمدنيين في المواعيد المنصوص عليها، لأنهم يعلمون أن بقاءهم في السلطة أو يظنون الحقيقة أن بقاءهم في السلطة هو ضمان لهم من تحمل المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية عن دورهم في مجزرة فض الاعتصام اللي حصلت في عام 2019، وهذه جريمة لن تسقط بالتقادم. وكل ما يفعلوه الآن هم كما فعل البشير سابقا عندما تمت مطالبته بالمسؤول من المحكمة الجنائية، حاول أن يأخذ السودان رهينة بيده، هم الآن يحاولون أن يأخذوا السودان رهينة بيدهم بأي ثمن كما يظنون بأي ثمن لكي يتفادوا تحمل المسؤولية، وهذا شيء لن يحدث. الشعب السوداني شعب جبار وأثبت خلال 36 شهر متواصل الآن أنه لم يفقد قدرته ولا إرادته على تحقيق الأهداف اللي حققها. هناك من يقول على الجانب الآخر أن ما يحدث على الأرض حتى إذا كنا له كارهين كان هو السبيل الوحيد لوضع وقفة لحالة الشقاق الواضحة جدا التي هي واضحة سواء ما بين المكون المدني والعسكري أو ما بين المكون المدني مدني. اليوم تقصد أستاذي ما حدث اليوم؟ نعم. أيوة. لا، ما حدث أولا هناك فرق بين ما كان يحدث بين المكون المدني المدني أو وبين ما يحدث المكون بين المكون العسكري والمدني. كان هناك خطين متلازمين، هناك خط انقلابي يزعى على الانقلاب على الوثيقة الدستورية بيقود البرهان وحميدتي، وهناك الخط المدني الملتزم بالخط الانتقال المدني الديمقراطي. وطبيعي أن تحدث خلافات داخل الخط المدني، طبيعة العمل السياسي معروفة، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة كانت أزمة سياسية مصطنعة سعى لها البرهان وحميدتي وخططوا لها بتعاون مع جهات خارجية وبدأت بخلق الأزمة في الشرق. أكيد لاقت خلل ما يا هشام، يعني حتى أيوة. إذا كان هو افتعلها واضح أنها لهت أرضية جيدة جدا داخل المكون المدني وإلا ما نجحت. لم تكن هناك أرضية كانت مستعلمة، والدليل أنه لم تكن أرضية كانت المظاهرات والمليونيات التي تمت يوم 21. المكون المدني يمكنك تلمس وضعه من خلال الالتفاف الشعبي خلفه، رغم ما كان يحدث داخل المكون المدني أو التباطؤ أو التأخر. في يوم 21 أكتوبر خرج الشارع السوداني بصوت واحد وبهدف واحد
وهو المحافظ على الانتقال الديمقراطي ولم يهاجم المكون المدني. طيب. الشعب السوداني خرج ضد المكون العسكري وضد أطماعه ولم تكن له هناك مشكلة مع المكون المدني. لكن واضح أن المكون العسكري صار واقع الآن، على الأقل نحن بحاجة كنبحث ما هو المستقبل، وهل سيتراجع المكون العسكري مثلا تحت ضغط دولي أو لأي سبب من الأسباب. أنا أشكرك يا هشام، شكرا جزيلا. قبل ما أعود إلى ضيفتي مرة أخرى أسمع رأي وعد أيضا. وعد كانت مشاركة في ثورة ديسمبر أيضا كذلك، ووعد لا أعلم، وعد متواجدة هنا في بريطانيا. يا وعد أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أبدأ بينه يا وعد، أنت كنت مشاركة في الثورة، ثورة ديسمبر، لا أعلم ما هي مشاعرك، ما هو شعورك الآن وأنت تتابعي هذه المشاهد، ولماذا وصلنا إلى هذه النقطة تعتقدي؟ وعد. ألو؟ ألو؟ وعد أنت على الهواء، استمعتي إلى سؤالي؟ أيوة سمعتك سؤالك. شعور صعب جدا يعني. بقدر أقول لك إنه أنا روحي معلقة بين السقف والأرض، لأني أنا كنت جزء من الثورة، وحاليا بشوف إنه الثورة بتنهار بسبب الانقلاب العمل العساكر. لكن أقدر أقول إنه دي معركة مؤجلة، بس من زمن مين بس العساكر مع العسكر، فهي معركة مؤجلة يعني. لكن هل هناك طريقة للحل تعتقدي، ولا على المكون المدني أن يرضى بهذا الانقلاب الآن بما أن المكون العسكري واضح أنه له القوة والسيطرة؟ المكون العسكري يأكل السلاح فقط، ما عنده شرعية. الشرعية متمثلة في الشعب، الشعب كله، ونحن بنقول للمدنيين ما حترضوا بحاجة زي دي. إحنا أصلا كنا راضين للشراكة، اصلا كنا بنتكلم عن انه البرهان هو واجهه للكيزان الاخوان المسلمين، تم تلميعه وتجهيزه بعد ابن عوف عشان يطلع يقولوا انه هو ما تبع الكيزان، لكن في الحقيقه البرهان وحميدته هم عباره عن اللجنه الامنيه لحكومه البشير اللي هم حكومه الاخوان المسلمين، ودي ده فعل طبيعي لانه يعملوا كده. ناس عندهم قوه بتاع السلاح كانوا منتظرين يعني منتظرين الفرصه، وبصراحه هم سرعوها يعني سرعوا لنا المعركه المؤجله دي في انهم هم يتقلبوا. ما في عساكر على طيلة عمر السودان من بعد الاستغلال، السودان محكوم بالعسكر، والعسكر كان عاوز ينفرد بالسلطة لوحده. حتى السنتان اللي هم كانوا فيها مع المدنيين كانوا بتململوا، كل فترة والتانية كان بيضغطوا على الشعب وبيضغطوا على المدنيين علشان عايزين بس الشرعية. وعشان كده أنا بقول لك العسكر ما عنده شرعية، ما عنده طريقة، عنده سلاح وهو يقتلنا، ودي أقصى حاجة ممكن يعملها. طيب يا وعد أنا أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة اليوم. خليني أرجع للمهندسة سلمى مرة أخرى. هناك دعوة مباشرة مهندسة سلمى من تجمع المهنيين بالنزول إلى الشارع لحفظ مسار الثورة، دعوة كررها حتى الحمدوك قبل أن يتم اعتقاله. المراهنة على الشارع الآن، هل تعتقدي أنها مراهنة جيدة بعيدا عن الشعارات التي قد تبدو جيدة، لأن أي مواجهة في الشارع الآن سيكون ثمنها الكثير من الدم، والأهم هل ستأتي بتغيير ما تعتقدي؟ المراهنة على الشارع دائما كانت كسبانة أستاذي محمد. الشارع السوداني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه طامح وينظر إلى الديمقراطية وسيصل إلى الحكم الديمقراطي. هذا الإثبات شاهدناه في 30 يونيو 2019 بعد فض الاعتصام، ببشاعة عملية فض الاعتصام وببشاعة الذي شاهدوه الثوار في ساحة الاعتصام. خرج الشعب السوداني في أقل من 30 يوما وعبر عن رغبته القوية وحوجته الملحة ومطالبه القوية تجاه مدنية الدولة. بعد ذلك بسنتين خرج الشعب السوداني ثانية في 21 أكتوبر، وليقولها ثانية في وجه العسكر وفي وجه من عاونهم وتماهى معهم أنه لا يرضى بغير المدنية حكما. من أجل ذلك أنا لا أراهن على الشعب، أنا واثقة جدا من أن الشعب السوداني حيحافظ على المكتسبات الثورة، حيحافظ على مدنية الدولة، حيطالب
المكون العسكري، والمكون العسكري ليس البرهان وحميدتي، المكون العسكري هو المؤسسة العسكرية، مؤسسة القوات المسلحة والشرطة طيب. وكل إذا حدث المنهار. ذلك يا أستاذة سلمى، وسريعا جدا في 30 ثانية فقط أرجوك، حتى إذا افترضنا أن ذلك تحقق، ما الذي سيغيره المكون المدني من طريقة تعاطيه مع المشهد أو من أدائه تعتقد؟ ماذا يغير المكون المدني؟ أين تقع الأزمة يا سيد محمد، أستاذ محمد؟ الأزمة تقع في برهان وحميدتي، ليس في كل المكون العسكري. الأزمة موجودة في برهان وحميدتي، وكما ذكرت لك الأخت دعاء من قبلي أن هذه معركة مؤجلة مع البرهان ومع حميدتي، هما اللجنة الأمنية للبشير، وهما اللذان يريدان الانقلاب على الثورة، تمام؟ وهم لم يفعلوا شيئا غير أنهم استعجلوا رحيلهم من المشهد السياسي في السودان. الشارع سيقول كلمته. العصيان المدني، الحرية والتغيير أعلنت العصيان المدني في جميع مفاصل الدولة. تجمع المهنيين أعلن العصيان المدني والنزول إلى الشارع. طيب. اتحاد الطيارين، اتحاد المصرفيين، الكثير من الـ من الـ من الـ من الأجسام المهنية أعلنت العصيان المدني، وسندخل في عصيان مدني. إن كانوا يقابلوننا في الشارع بالرصاص فسنجلس في بيوتنا ولن نذهب إلى عملنا، وسنمارس العصيان المدني من دورنا. شرفتينا عزيزتي، شكرا جزيلا. المهندسة سلمى نور، عضو المجلس المركزي لتجمع المهنيين السودانيين من الخرطوم، جزيل الشكر. الخطوات اللي أعلنها الفريق البرهان بالمناسبة أثارت ردود فعل واسعة طبعا، كما هو واضح على الأقل من جمهور نقطة حوار. محمد آدم قال لنا لا يوجد أي مبرر في قرارات البرهان، وإنما هو انقلاب مكتمل الأركان، وهذا يعني الهروب من المساءلة القانونية في قضايا فض الاعتصام وجرائم حرب دارفور. أما علي فيقول إن الشعب السوداني المسكين عليه أن يدرك أن هذه الخطوة تمت بمباركة من الغرب. الغرب لا يهمه الديمقراطية ولا الإنسانية، هذه شعارات. أما غالب فيقول لا رغبة لعسكر مصر في نجاح تجربة الحكم المدني في السودان، كما أن تلي أبيب تخشى على مستقبل التطبيع الذي منحه عسكر السودان لها دون مقابل يذكر. نوري يقول إن دول الخليج تعود بالعسكر إلى السلطة في السودان بعد إجهاض الربيع العربي في ليبيا وتونس، يعني التغريدتين تشير إلى أطراف خارجية. أما أحمد فيقول إن لو المدنيين فكروا في الوطن مكان حدث مثل هذا الانقلاب، الناس جرت وراء الكراسي. محمد عثمان يقول لو أن البرهان انتظر لكان الوضع في السودان مثل اليمن، خطوات في الاتجاه الصحيح، يتحدث عن الانقلاب طبعا، وليس هناك في الوسط العربي ما يسمى المدنية التي تدمر بنى الشعوب. فخر الدين يقول إن الشعب السوداني مدرك تماما للتمثيلية أو المؤامرة، ولم ينتظر حتى إذاعة البيان، ونزلوا إلى الشوارع منذ الصباح للدفاع عن ثورتهم وعن الحكم المدني، والآن وفقا لفخر الدين الترتيبات متواصلة لعصيان المدنيين شامل. أما طارق فيقول إن تكالب القوى السياسية على السلطة، هذه العبارة ويضعها بين قوسين، لا يمكن أن تسمعها إلا في الدول الدكتاتورية. يتساءل طارق هل المفترض ألا تسعى القوى السياسية للسلطة وتظل وديعة ومطيعة للحاكم؟ أما علي فيقول ستعود الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه، وسيخرج كذلك الناس في الشوارع يطالبوا بالحكم المدني، ولكن العسكر سيقمعون التظاهرات وستسيل دماء ذكية، ويخسر السودان اقتصاده وشبابه كذلك. استمروا في الإدلاء برأيكم أونلاين، ودعوني أرحب بهبة تتحدث من ألمانيا. يا هبة أهلا وسهلا، أهلا بك وتفضلي اطرحي وجهة نظرك عزيزتي. أهلا بك سيد محمد، وشكرا كثير على يعني بي بي سي لتحت الفرصة لي ولغيري من المشاركين من السودان وداخل وخارج، من داخل السودان وخارج السودان. أولا في البدء يعني أنا حزينة جدا يعني على اللي حصل في السودان وعلى الخيانة العظمى اللي ارتكبها البرهان، وأعتقد هذا كان نتيجة واضحة للخوف الذي أصابه يعني وأصاب كل معاونيه وكل مشاركينه في الجريمة. يعني هو خوف اعتقد كان من مواكب ومن ثورة 21 اكتوبر التي اثبتت للعالم اجمع انه الشعب السوداني الشعب ذو ارادة وقوي وقادر على انه يعني يسترجع المدنية المسلوبة، المدنية التي سلبها
البرهان ومن معه من حركات مسلحة وغيره، وهؤلاء جميعهم بما فيهم ضيفك الذي استضفته من الخرطوم أيضا، هؤلاء نسميهم جماعات ملونة يتلونوا مع أي حكومة تأتي، ليس لديهم رؤية واضحة، يعني دائما هم في يجرون وراء مصالحهم الخاصة ولكن لا يعلنون اهتماما للشعب ولا للذي يحدث الآن. بالمناسبة السودان الآن مقطوع عنه يعني الاتصال، لا نستطيع الاتصال حتى بأهالينا، فهذا يبرر الخوف الذي أصاب المكون العسكري الآن. هذه نقطة مهمة جدا يا هبة. وأعود بها لضيفي بالمناسبة اللواء عبد الهادي عبد الباسط، أنا كنت فقدت الاتصال معه نظرا لمشاكل تقنية في الأقمار الصناعية، لكن أتمنى أن يكون الخط أوضح الآن ويعود إلي اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير الأمني والاستراتيجي. سيادة اللواء، الآن بالمناسبة وأنا معك، هناك أنباء عن سقوط 3 من القتلى في إطلاق نار، بعض الأنباء يتم تواردها، لم تؤكد بعد من قبل مراسل بي بي سي لكن الكثير من وسائل الإعلام نشرتها. كثيرون هم المشاركون الذين تحدثوا إلي وقالوا إن ما يدور الآن على الأرض هو ببساطة لأن البرهان لا توجد له شعبية كافية على الأرض، يخشى كثيرا من الكثير من الخطوات أو المساءلات سواء عن فض الاعتصام أو عن جرائم الحرب في دارفور، وبالتالي الحل الوحيد للحفاظ على وجوده ووجود من يلتفون حوله هو الهروب إلى الأمام بفكرة الانقلاب هذه كي يبقى في السلطة أو يأتي بحكومة موالية له لاحقا. شكرا جزيلا لك أخي محمد مرة أخرى. وإذا كان البرهان بهذا السوء وهذا الجرم، لماذا مسبقا وافقوا أن يوقعوا معه اتفاقا سياسيا؟ ما تم، دعني أؤكد لك أن المؤسسة العسكرية السودانية في كل تجاربها السابقة كانت أمينة جدا على الفترات الانتقالية وأمينة جدا على تحقيق الاستحقاق الانتخابي والوصول به إلى مرحلة تسليم السلطة لحكومة منتخبة. ودعني أقول لك أن الذين الآن يدقون في الطبول ويتحدثون عن المدنية لم يأتوا إلى السلطة بانتخابات ولم يأتوا بتفويض شعبي من الشعب السوداني. الذي أعطاهم هذه السلطة هو نفسه هذا البرهان الذي وافق ووقع معهم اتفاقا، ولذلك لا يتحدثون الآن. بس أنا متذكر جيدا هذه الفترة سيادة اللواء، وأتذكر جيدا حواراتي مع المكون المدني الذي بدا لا يملك خيارات كثيرة، هو لم يذهب إلى توقيع الاتفاق مع البرهان لأنه مقتنع بأدائه ونزاهته، ولكن كان هذا هو البديل الوحيد الموجود الآن على الطاولة، واستمرنا شهور طويلة تقريبا على حافة انفجار دائما بين المكونين إلى حين خرج هذا الاتفاق وكأنه أفضل الأسوأ بين قوسين. التعاون مع البرهان ليس لأنهم يفضلون المكون العسكري، تعتقد؟ لا، ليس كذلك أخي محمد. كل الفترات الانتقالية التي تمت في السودان بنجاح كان العسكريون يشكلون حكومة مستقلة ينسقون معها، لكن لأنهم كانوا يعلمون أن الانتخابات لن تأتي بهم كانوا حريصين على تشكيل حكومة مدنية تحت أي ظرف. وبعد أن شكلوا الحكومة أو قبل أن يشكلوا الحكومة، بعد أن وقعوا على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، انقلبوا عليها مباشرة وشكلوا حكومة محاصصات حزبية. ولذلك هذا هو الذي أدى إلى تدمير وضياع الفترة الانتقالية في الانتقامات وفي المحاصصات الحزبية وفي الفشل. ما هو القادم من وجهة هذا نظرك؟ هو يعني الذي أدى ما إلى هو القادم سيادة اللواء؟ هناك غضب شعبي، هناك دعوات للخروج في تظاهرات واضحة جدا، وهناك غضب دولي أيضا وتصريحات كثيرة كلها تدين الانقلاب بين قوسين. هل سيستمر البرهان تعتقد في هذه الخطوة الانقلابية رغم معارضة داخلية ومعارضة خارجية بهذا الحجم؟ يا أخي
مستقلة وسيرتب للانتخابات مؤيدة لهذه الخطوات أكبر من عنها الآن. الشعب السوداني 40 مليون نسمة لا يقاس ببضعة آلاف تخرج إلى الشوارع وتريد أن تحدد مصير الشعب السوداني. الشعب السوداني ما يحدد مصيره هو صناديق الاقتراع. هؤلاء حكومة ديمقراطية تأتي بانتخابات، يريدون أن يستلموا السلطة بوضع اليد تحت مسميات المدنية. أصلا طوال السنتين التي حق إلا بعد أن هددهم المكون العسكري أنه قد يحل الحكومة ويذهب إلى انتخابات طيب. مبكرة حتى أنا بعد ذلك أصبحوا يتحدثون على الانتخابات. التواجد معنا شكرا جزيلا، وأعتذر لحضرتك ولمن يتابعنا طبعا لأن الصوت فيه مازال فيه مشاكل، لكن استمعنا إلى القسط الأكبر من حديث حضرتك. اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير الأمني والاستراتيجي كان معي من الخرطوم، وحديثي معكم مستمر، سأستقبل الكثير من الاتصالات الهاتفية لاحقا وكذلك تعليقاتكم أونلاين عما يدور في السودان ومردود هذا الانقلاب تحديدا وتأثيره على مستقبل البلد. الحديث متواصل على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل.